متر وبعرض 4 حرم رؤية لكل اتجاه، كوبري بطول 1500 متر، عبور مجرى نهر النيل وبعرض 6 حرم رؤية لكل اتجاه، كوبري التقاطع مع طريق أسوان الزراعي الغربي بطول 500 متر وبعرض 5 حرم رؤية لكل اتجاه. المحور يا فندم بيربط القادم من مناطق غرب النيل وجميع محافظات الصعيد بجميع مناطق القاهرة.